بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب رمضان السنة دي فرحة وخير وسعادة وبركة علينا جميعا. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ رحلتنا، رحلة روحية هنعيشها أنا والشباب، شباب من 5 دول عربية، وانتوا هتعيشوا معانا وتعيشوا معانا الرحلة دي. برنامجنا اسمه منازل الروح، 7 منازل روحية هنعيش بيهم على مدار الحلقات كلهم: التقوى، اليقين، التوكل، التسليم، الرضا، العبودية لله، محبة الله عز وجل. بقالي 3 سنين بجرب الفكرة دي مع أعداد كبيرة من الشباب والبنات، ستات ورجالة، والنتائج واحدة، بقت تجربة عملية. أنا عارف أنا بقول إيه لأني مجرب التجربة. منازل الروح بقت نقدر نقول عليها منهج نعيش بيه في الحياة، للمعاناة في كل أشكال الحياة. يا ترى أنت بتعاني من إيه؟ شوف المنازل 7 هتعمل معاك إيه. لو مفتقد الدعم والسند، مفيش حد واقف معاكي في الدنيا، مفيش حد سند ليك، انت محتاج منزلة التوكل على الله. لو انت مهموم مكروب في الحياة، بتعاني من كرب كبير، الدنيا تقفلت في وشك وما عادش في حاجة في ايدك تقدر تعملها، انت محتاج منزلة التسليم، لانها مش هتنهي المعاناة لكن هتخفف المعاناة للحد الأدنى، تعيش بمنزلة التسليم. أنت محتاج تعيش معانا منزلة الرضا والتمارين بتاعت منزلة الرضا. إيه ده؟ هو في تمارين في البرنامج؟ كل منزلة لها تمارين عملية، بنحول كلام الروحي من مجرد كلام لتمارين إزاي نثبت المنزلة في حياتك في كل حلقة. لو أنت بتعاني من توتر كبير في حياتك، يمكن عشان خايف دايماً على المستقبل، على الرزق وعلى الأولاد، أنت محتاج تعيش معانا منزلة اليقين وحسن الظن بالله. أصل أنت لما تعرف في منزلة اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، تعمل اللي عليك وقلبك هادي بدل التوتر اللي أنت فيه. لو أنت عندك فجوة بين الظاهر والباطن، بين اللي جوه واللي بره، بين أفعالك وأقوالك، وأنت زعلان من نفسك بس مش عارف تصلح نفسك، أنت محتاج تعيش معانا منزلة التقوى اللي هي هدف رمضان. لو أنت معاك بقى كل حاجة من الحاجات اللي فاتت، ما عندكش مشاكل وناجح في الدنيا بس في حاجة ناقصاك، أيوة ما أصل السعادة لا تكتمل إلا عندما يكون هناك معنى كبير في الحياة يحتويك وتنتمي إليه. أنت محتاج منزلة العبودية، أنك تشعر أنك عبد لله. وأخيراً الحب. لو نفسك تصل في نهاية رمضان أنك تقول له أنا بحبك يا رب، تقولها من قلبك. لو نفسك تعيش معادلة يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنت محتاج منزلة محبة الله. هدف الرحلة، لو عشت بال7 منازل الروحية أنت هتوصل للإحسان، إن الله يحب المحسنين. السنة اللي فاتت لو تفتكروا كان البرنامج اسمه كأنك تراه، كان يدوب رفع الستارة كده إن إحنا بنتكلم عن الإحسان، إنما المرة دي المشروع كامل. إيه هو الإحسان؟ منازل الروح 7، الذكر وإزاي بيوصل للمنازل، لأن هنختم كل حلقة بالذكر إن شاء الله. إيه هو الإحسان؟ الإحسان زي ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايفه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، معاك في كل جزئية من حياتك. الإحسان يعني إيه؟ إحساس عميق بالله في كل جزئية من جزئيات حياتك، فتحسن لأنه شايفك ولأنك شايفه، فتطلع أحلى ما عندك، تبقى جميل، بتطلع أجمل ما عندك في 3 اتجاهات: مع الله تصلي كأنك تراه، مع الناس تحسن إلى الناس يعني حسن الخلق، مع الحياة تحسن الحياة يعني تتقن وتبدع. إيه ده؟ الإحسان 3 الأبعاد: مع الله، مع الناس، مع الحياة. يا نهار أبيض، ده ما عادش ناقص حاجة، ده أنت كده تبقى أحلى منتج إنساني. الدين الإسلامي مكون من 3 أصول، من 3 أركان زي ما النبي عرفه: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإحسان 1/3 الدين اللي بيدي الروح للتلتين التانيين. بدون الإحسان الإسلام والإيمان يبقى قوالب جامدة، بيصلي ومش حاسس بحاجة، بيصوم مش حاسس بحاجة، أو يتحول لتطرف وتشدد. الإحسان الروح اللي بتدي للإسلام والإيمان جماله. الإحسان زي المادة الفعالة بتاعت الدواء، لما تبقى المادة الفعالة منزوعة الدواء ما يشتغلش. لما شلنا الإحسان من حياة المسلمين وعاشوا بال2 بس، فقدوا حلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام. الإحسان بدون الإحسان، الإسلام والإيمان عامل زي حاجة بتشوفها 2D،
ثنائي الأبعاد، أي حاجة تشوفها ثنائي الأبعاد مش هتشوفها كاملة، لازم ثلاثي الأبعاد عشان تشوفها جد. يا جماعة إحنا مش شايفين دينا صح، إحنا فقدنا تلت الدين الفعال. لابد يرجع جيل للإحسان، لابد يرجع الناس يحبوا الإحسان. هل نقدر في رمضان ده الهدف نعيش بالإحسان 30 يوم من خلال منازل الروح ومن خلال الذكر، فتبدأ تشعر إنك بتعبد الله كأنك تراه؟